الأمور كانت واضحة، بعد ما يحتاج نعيد شلون صارت يعني، كل الأمور واضحة حتى أمام الشعب يعني واضحة. وهذا الاتفاق السياسي عندما يحدث بين الكتل السياسية شوف الأمور كلها تصير سهلة. فهو اتفاق سياسي طبعا، والسيد مصطفى الكاظمي طبعا أكيد هو من اختار الوزراء بالاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية. وهذا القرار اللي صار البارحة يعني واضح يعني ما يحتاج طيب النقاش. هذا الاتفاق السياسي إذا كان ظاهرة إيجابية وبالتالي يسرع من عمل المجلس، ليش ما يكون هنالك اتفاق في القوانين الصعبة والقوانين المهمة المعطلة منذ دورات؟ تحدث على قانون النفط والغاز منذ عام 2007، قانون المحكمة الاتحادية، مجلس الإعمار، الكثير من القوانين. ليش هذا الاتفاق السياسي ما يكون حاضر وبالتالي تشرع هذه القوانين ونخلص من هذه الجدلية والمشاكل اللي استمرت من 2004 اليوم؟ يا مشكلة النفط بين بغداد وأربيل، يا مشكلة المحكمة الاتحادية. يعني من الآن ورايح طبعا أنا أرى الأمور أنها ماشية باتفاق. أنا شوف متفائل اليوم. مش ماشية باتفاق، لأن شفنا اليوم يعني أكو أمور كانت صعبة. نعم. لكن البارحة كانت سهلة عند الكتل السياسية. إذا اتفقت. فنتمنى مو فقط الكتل السياسية تفكر بمصالحها الشخصية الحزبية وتتوحد. نريد الكتل السياسية تتوحد من أجل العراق. طيب. من أجل المواطن، من أجل الفقير اليوم. زين بصراحة الاتفاق يوم أمس اللي جرى كان لصالح ومصلحة الكتل السياسية لو لصالح المواطن؟ أكيد بالدرجة الأساس هي بها مصالح مشتركة ومصالح كتلوية، هاي أكيد، لأن هاي السياسة طبعا. خاصة أن نحن لدينا في العراق لدينا سياسة عجيبة غريبة يعني. شون يعني عجيبة غريبة؟ يعني بالليل شكل والصبح شكل آخر، وبالتالي يعني لا تتفاجئ. اعطينا مثال يعني قبل قليل الاستاذ حسين طيب مثال واضح. اي يعني اليوم مثلا احنا لاحظنا امور انه الوزير الفلاني حديث ما نذكر اسماء باكر ما راح يمر هذا الوزير واتفقوا عليه بالليل، يعني في فتره متاخره صارت هناك متغيرات سريعه، جاءوا الصبح قالوا لا يمرون الوزراء. فاذا اكو مصالح حزبيه، اكو مصالح حزبيه واضحه.